مشاهدينا الأكارم، طلبتنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم اليوم في ندوتنا لمادة الفيزياء، وهي مخصصة للدرس الثالث من الوحدة الثانية الكهرباء المغناطيسية، وعنوان ندوتنا لهذا اليوم هو التحريض الكهرطيسي. بداية قبل أن ندخل بتفاصيل الندوة وموضوع الندوة، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي نزار شاش المج اختصاصي تربية طرطوس، أهلا وسهلا. زياد رحمون المدرس في تربية طرطوس، أهلا وسهلا بك. طلبتنا الأعزاء، يعني كثير من التساؤلات ترد بخصوص درس التحريض الكهرطيسي. الآن لو عدنا بالمخطط البناء للوحدة الثانية، لو وجدنا أننا بدأنا من الأثر المغناطيسي للتيار من خلال الحقول المغناطيسية المتولدة عن التيار الكهربائي، وقد مر معنا دار على شكل تيار مستقيم طويل، ودار على شكل ملف دائري من N لفة متماثلة ووشيعة. أيضا درسنا في الدرس الأول التدفق المغناطيسي. حقيقة ما يعنينا في الدرس الثالث وهو التحريض ندوة اليوم هو التدفق المغناطيسي وتغير هذا التدفق وما له من أثر في توليد تيارات كهربائية. أنتم تدركون في الواقع أن معظم في الوقت الحالي هناك مولدات للتيار الكهربائي، تقطع أو تنقطع كهرباء المدينة فنعمد إلى تدوير ما يسمى بمولدة، وتقوم بإنتاج التيار الكهربائي من خلال تحويلها للطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. لكن حقيقة ما يحدث هو تغير للتدفق المغناطيسي، وبالتالي يتولى التيار حسب ما سنرى في الندوة لهذا اليوم. أيضا مررنا في الدرس الثاني على التأثير للحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي. وجدنا أنه يؤثر على الشحنات الكهربائية المتحركة بقوة سميت قوة مغناطيسية أو قوة لورنز، ويؤثر على التيار الكهربائي الذي ينتقل ضمن المنطقة التي يعني يسودها الحقل بقوة سميت القوة المغناطيسية، وحددنا عناصرها ودرسناها وفق أربعة تجارب. التجربة الأولى كانت السلك النحاسي الثخين، والتجربة الثانية عبارة عن دولاب بارلو، والثالثة التي هي الأهم كانت من بينها ما ذكرناه تجربة السكتين الكهرطيسية. ثم انتقلنا إلى تأثير الحقل المغناطيسي على تيار يمر في إطار مستطيل والفائدة العملية له التي هي مقياس الغلفان. زميلي العزيزين، أنا بذلك استعرضت الندوات السابقة، وقد كنتم في الندوة الأولى التي هي المغناطيسية. أخي نزار، لو بدأنا معك نقول تحريض كهرطيسي، ما الإطار العام لهذا الدرس؟ نعم. طبعا أستاذ بشار، بداية وقبل أن نتحدث عن التحريض، كما ذكرت أؤكد على ما ذكرته، أهمية البحثين السابقين وضرورة أن يكون الطالب قد فهم أفكار. هو ليس البحثين السابقين فقط، بشكل أساسي نعم، بشكل مباشر هناك نعم. تماس، لكن يعني هناك تماس مباشر ما بين الدرسين السابقين وبحث التحريض. قد نستطيع أن نقول أنه خلاصة البحثين السابقين، وهو يتطلب مهارات فكرية أعمق أو أعلى من المهارات التي يتطلبها الدرسين السابقين. نعم. لذلك لكي يتمكن طالبنا من حل وفهم أفكار هذا البحث، لابد أن يتقن بشكل جيد مفاهيم الدرسين السابقين. وبالطبع التحريض، بداية بحث التحريض هو قانون فاراداي الذي يفسر بشكل مباشر كيفية تولد التيار الكهربائي. نعم. ويبين بشكل واضح أن سببه هو تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطح دارة كهربائية مغلقة. نعم. وطبعا سوف نعرض بعض التجارب المتعلقة بقانون فاراداي وقانون لينز إلى ما هنالك. طبعا ولا ضير أن نتعرف على أهم مفاهيم هذا البحث، حيث سندرس في ندوة اليوم إن شاء الله قانون فاراداي، قانون لينز،
التعليل الإلكتروني لنشوء التيار المتحرض والقوة المحرك الكهربائي المتحرضة. سوف أيضا نتعرف على أهم تطبيقات التحريض الكهرطيسي كمبدأ عمل المولد ومولد التيار الكهربائي ومبدأ المحرك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الأخير من هذا البحث المتعلق بالتحريض الذاتي، لنتعرف من خلاله على ذاتية الوشيعة وعلى الطاقة الكهرطيسي المختزنة في هذه الوشيعة في لحظة زمنية أو في لحظة زمنية ما. نبدأ من عندك أخي زياد، يعني أنت على تماس مباشر مع الطلبة. ما هي التساؤلات، ما أكثر التساؤلات تكرارا بما يخص مفاهيم هذا الدرس؟ نبدأ من مبدأ عمل المولد الكهربائي اللي هو بالمبدأ البسيط اللي مثل ما تحدث الأستاذ نزار، اللي هو عبارة عن قانون فارادي. فأول ما رح نبدأ بتجربة للتحريض. فنأخذ سطح اللابتوب لو سمحتوا. هلأ نحن عنا هون مثل ما لو بعين عنا مقياس أمبير صفره بالمنتصف. المقياس هون صفره بالمنتصف لحتى لدلالة هلأ رح نتعرف عليها، ثم نأخذه موصولا إلى وشيعة بالإضافة إلى استخدامنا لمغناطيس مستقيم. ما سوف نجريه الآن هو عبارة عن تحريك المغناطيس تقريبه وإبعاده عن هذه الوشيعة، وسوف نلاحظ ماذا يحدث في مقياس أمبير. طبعا التقريب والإبعاد يكون من أحد وجهي الوشيعة. يعني عندما هناك في أسئلة الدرس أصلاً سؤال تمام هلأ رح يتبين مباشرة ذلك. نعم تفضل، نأخذ التجربة بنأخذ تفاصيلها بشكل مباشر. لاحظوا إقراب أو تقريب المغناطيس وإبعاد المغناطيس، نلاحظ انحراف مؤشر مقياس أمبير سوف يكون بجهتين متعاكستين، عند التقريب يكون بجهة وعند الإبعاد يكون بجهة أخرى. نكرر، لاحظوا نقرب ينحرف بجهة والإبعاد يكون بجهة أخرى. أحد القطبين. أحد القطبين. هلأ هون رح نشوف بالتفصيل ماذا حدث. بالتجربة الأولى هو عبارة عن تقريب القطب الشمالي من أحد وجهي الوشيعة، فسوف نلاحظ انحراف مؤشر مقياس أمبير بجهة معينة. عند تثبيت المغناطيس ضمن هذه الوشيعة نلاحظ أن شدة التيار الكهربائي قد انعدمت، ثم أثناء إبعاد نفس الوجه نفس القطب اللي هو القطب الشمالي للمغناطيس عن وجه الوشيعة نفسه، فنلاحظ انحراف مؤشر مقياس أمبير في جهة معاكسة. إذن هنا تساؤل، لماذا أثناء التقريب والإبعاد انحرف مؤشر مقياس أمبير دلالة على مرور تيار كهربائي، وعند تثبيت المغناطيس ضمن الوشيعة نلاحظ انعدام هذا التيار الكهربائي؟ إذن نستدل أن تغير التدفق المغناطيسي من خلال أحد أوجه الوشيعة الموجودة أمام المغناطيس سوف يولد تيار كهربائي متحرك. نلاحظ الآن تفضل. إذن تجربة ثانية. تجربة ثانية أستاذ زياد، لدينا دارة مكونة من وشيعتين، الأولى موصولة إلى منبع تيار متناوب، والثانية تحوي وشيعة موصولة معها مصباح ومقياس ملي أمبير. نغلق دارة الوشيعة الأولى فنلاحظ أن المصباح يتوهج في الوشيعة الثانية على الرغم من عدم وجود أي مصدر للطاقة، مصدر مباشر للطاقة في هذه الوشيعة أو في الدارة الثانية. طبعا وهي غير متصلة كما أراها. غير متصلة بالدارة الأولى، يعني لا يوجد أسلاك توصيل فيما بين الدارتين. أيضا السبب أن الوشيعة، أن إغلاق دارة الوشيعة الأولى يمرر تيار متناوب، يتولد عنه حقل مغناطيسي جيبي متناوب، فيتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الوشيعة الثانية، تتولد قوة محرك كهربائي متحرضة فيها تسبب مرور التيار المتحرض وبالتالي توهج المصباح. كون هنا الدارة مغلقة ستسبب حركة الإلكترونات باتجاه واحد، والجهة الاصطلاحية للتيار هي بعكس جهة حركة الإلكترونات، فبتولد تيار كهربائي متحرض. تسبب تيار متحرض بغض النظر عن اتجاهه. نحن موضوع الجهة لا يعنينا، سواء كونه متناوب قد سيكون هناك من يعنيه قانون من يعنيه الجهة. نعم هنا من هذه التجربتين نستطيع أن نتعرف على قانون فاراداي. قانون فاراداي الذي ينص أنه يتولد تيار كهربائي متحرض في دارة كهربائية مغلقة عندما يتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها، ويدوم هذا
التيار بدوام تغير هذا التدفق، ولكن ينعدم هذا التيار عندما يثبت التدفق المغناطيسي، لا ينعدم وإنما يثبت، أي لا يحدث هناك تغير في تدفق خطوط الحقل المغناطيسي من خلال الوشيع. حقيقة عندما كنت أقول أو دائما أردد عبارة أنه الفيزياء تعلم المحاكمة، الآن أنت وأنت تقوم بقراءة نص قانون فرداي، أنا أتفكر في كلام هذا القانون، يتولى التيار كهربائي في دارة مغلقة، يعني قد يتساءل الطالب ما معنى أليس يعني هل من الضروري أن أكتب كلمة مغلقة؟ يعني إن لم تكن الدارة مغلقة فلن يكون هناك تيار، سيكون هناك فرقا في الكمون، وبالتالي لن يمر تيار، لن تنحرف إبرة مقياس الغلفاني إن كانت الدارة مفتوحة. إذن لو فكرنا قليلا بكلمات القانون لا وجدنا كثير من المعاني الفيزيائية التي يحتويها هذا القانون. دارة مغلقة أي أنه سيمر تيار، دارة مفتوحة سيكون هناك فرق في الكمون. لو أكملنا النص، يعني تفضلت أخي زياد بالقول، لينعدم هذا التيار عند ثبات تغير تدفق، يعني عندما في العرض التجريبي الذي تفضلتم به أخي نزار، عندما ثبتنا المغناطيس ضمن الوشيعة يوجد تدفق، هناك تدفق ولكنه ثابت، هذا التدفق الثابت لم يتغير، لم تتغير قيمته، فانعدمت شدة التيار. دلالة ذلك أن إبرة المقياس مقياس الميلي أمبير كانت في الصفر، كانت على الصفر أو في المنتصف، بالتالي دلالة عدم مرور تيار كهربائي. أيضا يعني أنا أفكر بنص القانون، ما دلالة انحراف الإبرة؟ يعني عندما يسأل هذا السؤال، هل من الضروري أن يقوم الطالب بالحفظ البصم للمعلومات وتخزينها في ذاكرته عندما طلبتنا هذا، عندما نفهم يصبح الحفظ أسهل. فلو فكرنا قليلا بهذا السؤال، ما دلالة انحراف الإبرة؟ أولا إبرة المقياس الغلفاني أخي نزار هي عبارة عن إبرة جهاز يقيس شدات التيارات، تماما، وبالتالي انحرافها دلالة مرور تيار. نحن عندما نقوم أو نريد حساب تعيين أو قياس شدة التيار في دارة ما، نضع مقياس الأمبير أو مقياس الميلي أمبير على التسلسل في هذه الدارة أو ضمن الجزء المراد حساب شدة التيار فيه، فتعطيني مؤشر الإبرة أو مؤشر المقياس سيدل على قيمة معينة هي قيمة شدة التيار. إذن لو فكرنا قليلا، الإبرة انحرفت عندما مر تيار، إذن دلالة الانحراف هو مرور تيار أو نشوء تيار كهرباء، وبما أن السبب هو التحريض فسمينا تيار متحرض، أي تيار نتج عن التحريض، هو لم يكن ناتج عن منبع كهربائي غير أنه هذا المنبع قد وجد بالتحريض، وبالتالي سمي تيار كهربائي متحرض. طبعا وللتأكيد أستاذ بشار، لابد هنا من التمييز ما بين الجملة المحرضة والدارة المتحرضة. الجملة المحرضة هنا هو المغناطيس، نعم. خطوطه هي خطوط الحقل المغناطيسي المحرض، دارة الملف أو الوشيعة هي دارة متحرضة، التيار المار فيها هو تيار متحرض، وخطوط الحقل المتولدة عن هذا التيار تدعى أيضا بخطوط الحقل المغناطيسي المتحرض، نعم. لأنه لدينا حقل محرض وهو حقل المغناطيسي، صحيح. نعم أخي زياد، من نفس التجربة اللي بدينا فيها، لو بنرجع أنه رح يسألني الطالب ليش انحرف مرة باتجاه اليمين مرة باتجاه اليسار، نعم. طبعا هنا يأتي دور قانون لينز لمعرفة لماذا ينحرف مرة تارة باتجاه اليمين وتارة باتجاه أو على جانبي صفر مقياس الأمبير. لو نلاحظ طبعا نحن هنا نكافئ أنه أي دارة كهربائية مغلقة سوف تكافئ مولد للتيار الكهربائي عندما يقترب منها حقل يتغير التدفق، عندما يتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها. فهون الرسمة اللي قدامي هي عبارة عن حلقة مغلقة تمثل دارة كهربائية مغلقة، نقرب منها أحد قطبي أو من أحد وجهيها قطب شمالي للمغناطيس المستقيم، فنلاحظ أن أثناء التقريب سوف يتغير التدفق المغناطيسي، وهو عملية تزايد التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطح هذه الدارة. سوف يتولد في هذه الدارة المغلقة قوة محركة كهربائية متحرضة، سوف تسبب مرور تيار كهربائي متحرض
سوف يتولد عنه حقل مغناطيسي متحرك تعاكس جهته جهة الحقل المغناطيسي للمغناطيس الذي ندعوه بالحقل المحرك. السبب هنا هو عبارة عن ممانعة هذه الدارة لمرور أو لتدفق خطوط الحقل المغناطيسي من خلالها، فتعمل على خلق هذا التيار بحيث ينتج أفعالا كهربائية اللي هي التيار الكهربائي المتحرك، ينتج أفعال مغناطيسية تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. نعم. فيتولد حقل مغناطيسي يعمل على تخفيف من شدة أو من تدفق الحقل المغناطيسي المحرك. نعم. هون بيكون عندنا الحالة الأولى. طب الحالة الثانية ليش انحرف بالاتجاه المعاكس؟ نفس الفكرة ولكن عند الإبعاد. لو تفضل أستاذ نزار. نعم. طبعا عند الإبعاد يتناقص التدفق المغناطيسي المحرك الذي يجتاز الدارة فيتولد فيها أيضا تيار متحرك كما بناء على قانون فاراداي. هذا التيار المتحرك سوف ينتج أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى نشوئه. ما السبب الذي أدى لنشوء هذا التيار المتحرك أستاذ زياد؟ هو تناقص التدفق، فيعمل على توليد فيتولد عنه حقل مغناطيسي متحرك جهته بجهة خطوط الحقل المحرك. عكس النقصان الزيادة وعكس الزيادة النقصان. فهنا سوف يكون للحقلين نفس طبعاً للتنويه أثناء التقريب يكون ب وبفتحة محرك ومتحرك على حامل واحد وباتجاهين متعاكسين أو باتجاهين متعاكسين، وأثناء الإبعاد يكون لب وبفتحة محرك ومتحرك نفس الجهة. الجهة نفسها. نفس العملية لو أخذنا تقريب القطب الجنوبي وتقريب القطب الشمالي سوف نلاحظ نفس الفكرة، ولكن بتكون جهة الحقول متعاكسة. نحن نعرف نعلم أن في الحقول المغناطيسية أنها في المغناطيس المستقيم تخرج من القطب الشمالي على شكل خطوط منحنية لتدخل من القطب الجنوبي، فهنا أثناء تقريب القطب الجنوبي نلاحظ أن خطوط الحقل تكون مقتربة بينما كانت بالقطب الشمالي كانت مبتعدة، ولكن نفس الكلام. لذلك سوف يبين لنا لينز بقانونه أنه أن جهة التيار الكهربائي التي تحدث عنها فاراداي وقال أن هناك تيار متحرك سوف يتولد في دارة كهربائية مغلقة تكون جهة هذا التيار بحيث ينتج أفعالا مغناطيسية تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. إذن أستاذ بشار، فقط للتنويه، من المفاهيم التي نحتاجها في هذا البحث والمرتبطة بالبحث الأول هو جهة الحقل المغناطيسي. فجهة الحقل المغناطيسي دائما تخرج من القطب الشمالي لتدخل في قطبه خطوط الحقل. خطوط الحقل. نعم. لذلك سواء قربنا الشمالي أو أبعدنا جهة الخطوط لا تتغير طالما أن الحقل نحن ما يعنينا جهة الحقل المغناطيسي المتحرض الذي تولد. نعم. بذلك يعني نكون قد وصلنا إلى قانون أوم بشكله الكامل مع قانون ليز والعلاقة الرياضية التي معبر عن فرضات. يعني أنا لفتني أيضا في التجربة التي تفضلتم بعرضها. نعم. حركة اليد لو عدنا إلى التجربة أخي أول تجربة لو أخذنا سطح المكتب إذا سمحتوا يعني أول تجربة؟ أي التجربة الأولى في تقريب المغناطيس من الأشياء التجربة الحية يعني التي صورت. نعم. للجزء الذي يظهر يد المجرب وهي يعني لو لاحظنا سرعة حركة اليد. نعم. الآن حركة عادية بطيئة. نعم. لاحظوا الآن زادت السرعة. السرعة. لو وجدنا بأن بزيادة السرعة أي أن الفاصل الزمني لتغير التدفق كان صغيرا جدا. نعم. كلما كان الفاصل الزمني صغير كلما كانت انحراف الإبرة أكبر يعني. نعم. كانت شدة تيار المار أكبر وبالتالي القوة المحركة المسببة لهذا التيار أكبر كانت أكبر. إذن تزداد شدة القوة المحركة الكهربائية المتحرضة كلما قل زمن تغير ماذا؟ تغير التدفق. وطردا مع تغير التدفق. من هنا أتى قانون فاراداي الإبسيلون يساوي ناقص دلتا فاي على دلتا تي دي فاي لحظي دي فاي. على دي تي تغير لحظي. نعم. ولكن حقيقة أنا يعني سؤال يرد كثيرا. نعم. أنه لماذا في القانون دي وفي التطبيق دلتا؟ صحيح. نعم. أحب أن أنوه لكم طلبتنا الأعزاء، لاحظوا في المسائل يقول نص المسألة عندما يتغير مثلا شدة التيار بانتظام، لاحظوا كلمة بانتظام يعني نحن في المسائل الكلمات كل كلمة لها دلالتها لها
موقعها الذي يوضح أو يزيد من إيضاح. فالدلتا يعني أنتم تذكرون لو عدنا إلى الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام، عندما تتغير السرعة خلال الزمن بمعدل ثابت فعندئذ نقول أن التسارع الآني هو نفسه التسارع الوسطي، والدي هو نفسه الدي. وهنا أيضا التغير منتظم، فيمكننا أن نستعيد عن الدي بدلتا كون التغير منتظم. فلا فرق في دلتا ودي إن كان التغير منتظم. وفي مسائلنا نحن نعود للنص ونقول بخلال النص أن تغير التدفق أو تغير شدة الحقل أو تغير شدة التيار هو عبارة عن تغير منتظم، ما عدا موضع واحد زميلي الكريمين هو التحريض الذاتي. لأن التحريض الذاتي عندما يكون تغير الشدة أو عندما يجتاز الوشيعة تيار متغير الشدة، هنا نلجأ إلى الاشتقاق. فالدي على دي تي هو مشتق، هو مشتق، وأنتم تعلمون المشتقات، وقد مر معنا في النواس المرن وفي النواس الفتل وفي النواسات جميعا بأن المشتق الأول اللي تابع المطال هو تابع السرعة، والمشتق عندما يكتب في فتحة بالنسبة للزمن يساوي A، أو V يساوي X فتحة بالنسبة للزمن. فنستطيع أن نكتب بدل ذلك أن V تساوي DX على DT، أو V تساوي أو A تساوي DV على DT. نستطيع أن نستعيد عنها بفتحة على الزمن أو D على D. هي رياضيا فتحة، هي رياضيا نعم، يعني حقيقة فيزياء لغتها الأساسية هي الرياضيات، ترجمتها ونحن أكيد ونحن نحتاج إلى الرياضيات. والمفاهيم الرياضية هي قد تكون هي مع الطالب خلال هذا العام أو من سنوات سابقة. نلجأ إليها. صحيح. لنكمل أخي نزار، أخي زياد تفضل. كان في عندي بس كانت تجربة بسيطة لو عدنا فيها بس لحتى يشوفوا كيف بتتم عملية التغير التدفق المغناطيسي وتولد التيار الكهربائي المتحرك أثناء التقريب. لاحظوا خطوط الحقل المغناطيسي كيف تتغير أثناء الحلقة أو وجه الوشيعة. لاحظوا هنا كيف يتولد تيار متحرك ينتج عنه حقل مغناطيسي له. لاحظوا وجه الوشيعة سوف يكون شماليا، وكان قد تعرف الطالب سابقا أنه عندما يدور في الوشيعة أو يمر في الوشيعة التيار بعكس جهة دوران عقارب الساعة فالوجه يكون شماليا، وإذا كان مع عقارب الساعة فالوجه جنوبيا. هذا هو عبارة عن فكرة تولد التيار الكهربائي المتحرك انطلاقا منها. مثل ما تحدثت أستاذ نزار على تولد القوة المحركة الكهربائية المتحركة، منشوف هون الفكرة البسيطة لنفس الكلام ولكن لحلقة، وكيف سوف تتغير خطوط الحقل المغناطيسي نتيجة تغير وضع المغناطيس بالنسبة للحلقة الموصولة بالمقياس الفولت، ليدلني على تولد قوة محركة كهربائية متحركة أثناء التقريب. عند الثبات نلاحظ انعدام، زدنا من شدة الحقل المغناطيسي نتيجة زيادة عدد لفات الوشيعة. إذن هنا بزيادة عدد اللفات يزداد التدفق المغناطيسي. طبعا أيضا تم دراسته في البحث الأول. لاحظوا هنا الرسمي هنا عم تبين لي أنه الحقل المغناطيسي المتولد مجموعة من الأبر المغناطيسية، إذا واضحة على الشاشة أنه مجموعة من الأبر المغناطيسية بتشكل لي خطوط الحقل المغناطيسي عندما يحدث هذا التدفق. تتجسد خطوط الحقل من خلال مجموعة من الأبر المغناطيسية. نفس التجربة ولكن باستخدام هلأ اللي تحدثت عنه اللي هو عبارة عن سرعة تقريب المغناطيس وإبعاده. لاحظ إضاءة المصباح مع مقياس الفولت. الآن عندما نزيد من السرعة منلاحظ هون كيف عم تكون الإضاءة أقوى وشدة الانحراف أكبر. وشدة الانحراف أكبر. فمنشوف أن القوة المحركة الكهربائية المتحرضة بتتوقف على عاملين. العامل الأول هو طردا مع تغير التدفق المغناطيسي اللي هو عبارة عن إذا العامل الأول هو التدفق حيث التناسب معه طردي. وعكسا مع زمن تغير هذا التدفق منه سوف نجد أن القوة المحركة الكهربائية المتحرضة تساوي إلى ناقص دي فاي على دي تي. ووضعت إشارة الناقص هون لحتى
تنسجم هذه مع قانون لينز الذي ولد أفعالا تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه. الآن وعدنا نزار بأن يعني هناك تعليل إلكتروني، يعني الآن سينتقل من المفاهيم التجريبية إلى التفسير النظري لهذه المفاهيم من خلال التعليل الإلكتروني. طبعا الكتاب تناول أبسط التفاسير اللي هي تجربة السكتين التحريضية، يعني طبعا وهنا مهم جدا أن يعلم الطالب كيف يحصل على تجربة السكتين التحريضية. ما الفرق ما بين تجربة السكتين الكهرودينامية و تجربة السكتين التحريضية؟ بالطبع أحصل على تجربة السكتين التحريضية بعد أن أستبدل المولد بمقياس ميكرو. إذا نستبدل بالمولد في دارة السكتين الكهرطيسية مقياس غلفاني، وبالتالي أصبح أمام ونحرك الساق. طبعا التحريك الساق قد يكون يدوي وقد يكون عبارة عن آلي. لا سنجد يعني هناك طرائق أخرى. المولد نشوفها بالمولد نعم. يعني التدوير الميكانيكي هو أو القوة الناتجة عن الميكانيك هي التي تدور الإطار فيتولى التيار. إذن أستاذ بشار، عندما أجهز تجربة السكتين التحريضية وأقوم بتحريك الساق عموديا على خطوط الحقل المغناطيسي بحيث تبقى على تماس مع السكتين، ألاحظ أن مقياس الميكرو يعني لو ناخذ على نعم أو المقياس الغلفاني قد انحرف مؤشره دلالة مرور تيار. كيف نفسر مرور هذا التيار؟ يفسر أنه عند تحريك هذه الساق بسرعة ثابتة خلال فترة زمنية ثابتة سوف تقطع مسافة دلتا إكس، وبالتالي سوف تمسح سطحا دلتا إس. إذن سوف يتغير التدفق المغناطيسي الذي فيتغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها وبالتالي تتولد قوة محركة كهربائية متحرضة. القيمة المطلقة لهذه القوة المحركة الكهربائية المتحرضة تساوي بالقيمة المطلقة دلتا فاي على دلتا تي بالتعويض. طبعا هنا الانتظام أتى من خلال السرعة الثابتة. تحركت الساق بسرعة ثابتة فبالتالي أصبح التغير منتظما. وجود القوة المحركة أو تولد القوة المحركة الكهربائية المتحرضة يسبب مرور تيار كهربائي طبعا متحرك. هو يمكن تفسيرها بشكل عن قانون القوة المغناطيسية طبعا عند تحريك الساق يعني. ضمن طبعا نحن انتقلنا إلى الدراسة الاستنتاجية، لكن حقيقة تحريك الساق بسرعة ثابتة في ضمن حقل مغناطيسي منتظم، هذه الساق تحتوي على مجموعة من الألكترونات الحرة. إذن سوف تتحرك هذه الألكترونات الحرة بالسرعة ذاتها مع وجود الحقل، سوف تتأثر بقوة لورانز المغناطيسي أو بالقوة المغناطيسية. الدرس السابق نعم. إذن هذه القوة المغناطيسية بتطبيق قاعدة اليد اليمنى هنا لابد من التذكير بهذه القاعدة. أضع ساعد اليد اليمنى منطبق على حامل شعاع السرعة، أصابع اليد بعكس جهة شعاع السرعة، السبب أن الإلكترونات الحرة سالبة الشحنة. شعاع الحقل يخرج من راحة الكف، فإبهام اليد اليمنى المنفرد يشير إلى جهة القوة المغناطيسية. هذه القوة المغناطيسية تعمل على تحريك الإلكترونات. طبعا بالتجربة نلاحظ أن حامل هذه القوة منطبق على الساق، أي أن هذه القوة تعمل على تحريك الساق الإلكترونات ضمن الساق، وبالتالي مرور تيار جهته الاصطلاحية بعكس جهة حركة الإلكترونات. طبعا نحن ذهبنا إلى مبدأ المولد التطبيق مباشر، ولكن كما قلت طبعا تفضلت حضرتك نحن نقوم ب يعني التفسير بأبسط شكل من الأشكال الذي هو ونحن تحدثنا في حالة الدارة المغلقة. أيضا رب سائل، هل يحدث الأمر ذاته إن كانت الدارة مفتوحة؟ يعني إن حركنا الساق على سكتين معزولتين دون حق المغناطيسي، طبعا في هذه الحالة أيضا سوف تتأثر الإلكترونات الحرة الموجودة في الساق بقوة لورانز أو بالقوة المغناطيسية. وبالتالي بتأثير هذه القوة سوف تنتقل الإلكترونات من أحد طرفي الساق الذي يكتسب هنا شحنة موجبة أنه خسر إلى الطرف الآخر سيكتسب شحنة سالبة، فينشأ بين طرفي الساق فرق في الكمون يمثل القوة المحركة الكهربائي المتحرك. والاستنتاج الرياضي أيضا سيقود إلى المكان نفسه أن هذا الفرق في الكمون بين الطرفي الساق هو بي ال في كما
وجدنا أنه في حالة الساق المتدحرجي فرق الكم أو القوة المحركة هي بيقل نفسه يو اي بي. نعم طبعا. وأيضا يوجد تطبيق لكثيرون أنه هذه الفكرة النظرية لا يوجد لها تطبيق عملي. لا أكيد يوجد تطبيق، وهو في أحد المسائل العامة نعم. الموجودة في نهاية البحث الساق المعلقة بالنابض نعم. هي نعم. أحد تطبيقات الدارة المفتوحين حركة ساق نعم. 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 حتى في سؤال نظري كمان بالدرس نعم. اللي هي عبارة عن الحلقة المفتوحة. نعم. تعليل لماذا تتوقف انتقال يعني أو حتى هون لماذا يتوقف انتقال الإلكترونات أثناء العملية يعني لا هنا السؤال يعني نعم. هنا السؤال الذي قد يطرحه نعم. بعض الطلبة يسألوك إلى متى يستمر انتقال هذا هو اللي بيسأله طبعا نعم. أيضا إجابة أنيقة جدا نعم. طبعا هو مرتبط بالصف الأول ثانوي. يعني هنا على الطالب أن ينتبه إلى أن الانتقال هذا هو مستمر حتى وصول التوازن. نحصل على حالة التوازن لما بتصير عندي قوى الكهربائية التي تعيد يعني جذب الإلكترون مساوية للقوة المغناطيسية بالشدة، عندها يتوقف انتقال الإلكترونات ونحصل على فرق في الكمون. طب هنا يتساءل الطلبة يعني من أين تأتي القوة الكهربائية؟ من الحقل. فرق حقل كهربائي. تجمع الشحنات نعم. الموجبة في طرف والسالبة في طرف سيولد حقل كهربائي يتجه من الموجب اتجاه السالب. ويقوم هذا الحقل بتأثير على الإلكترونات الحرة السالبة طبعا بقوة تعاكس لها حامل الحقل ولكن تعاكسه بالجهة، وبالتالي تصبح جهة القوة الكهربائية بعكس جهة قوة لورانز، وتبدأ شدة هذه القوة بالازدياد حتى تصل إلى المطرح الذي تكون فيه تساوي طبعا القوة الكهربائية تزداد حتى تصل إلى تصبح مساوية لشدة قوة لورانز، عندئذ يتوقف انتقال الإلكترونات ونصل إلى حالة حدية أو توازن، وهنا يتوقف انتقال الإلكترونات. يعني هذا السؤال زملاء يعني هو من وحي تفكير الطالب من خلال ربطه المعلومات السابقة. يعني الأسئلة التي توجد في الدرس هي أسئلة تدفع للتفكير، وأعود لأقول الفيزياء تعلم المحاكمة، هذه الطريقة في التفكير هي المحاكمة، وبالتالي نحن أمام ما يسمى بتنمية تفكير الطالب ودفعه إلى الدراسة بفهم أكثر وربط المفاهيم مع بعض يا الله. أرى أخي نزار يتحضر لشيء. نعم تفضل. لا بد من الانتقال إلى تطبيقات التحريض الكهربائي، وبداية مع أستاذ زياد المبدأ مولد. يعني نحن نعم. ذكرنا المولد سريعا يعني نعم. أنا سأستفيد من الوقت بتفاصيله أكثر مع خلال التطبيقات يعني لو بعجالة أخي نزار. إذن نعم. أكيد عند تحريك الساق بسرعة ثابتة في عموديا على منحبة نعم. فترة من زمنية معينة ولتكن دلتا تي، سوف تقطع هذه الساق مسافة دلتا اكس تساوي الى في بدلتا تي، وبالتالي تمسح سطحان دلتا اس استاذ زياد ال بدلتا اكس نعم. فيتغير التدفق المغناطيسي دلتا فاي بمقدار بي بدلتا اس يعني بي بال بفي بدلتا تي، ولكن ابسيلون تساوي بالقيمه المطلقه دلتا فاي على دلتا تي بالتعويض ابسيلون تساوي بي بال بفي بدلتا تي على دلتا تي، اذا ابسيلون بي بال بفي، وهي علاقه يعني قوة المحرك الكهربائي هي علاقة معتمدة يعني هي نتيجة أن القوة المحرك الكهربائي المتحرضة تساوي إلى بي بي ال بي في نعم. طبعا باعتبار أن مقاومة هذه الدارة ولتكن R فتكون شدة التيار المتحرض، لكن هي نتيجة أكيد يعني لكن نعم. عندما يطلب كتابة القوة المحرك الكهربائي المتحرضة لا مانع أن تكتب، عندما يطلب استنتج نعم. علاقة سوف تستنتج يعني هنا نعم. طلبتنا أعزاء نعود إلى أن التنبيه إلى الدراسة بتركيز، قراءة السؤال بتركيز، يعني علينا أن نقرأ السؤال جيدا إن كان احسب أو استنتج، فهناك فرق، استنتج عليك أن تبدأ من البداية يعني. نعم. إذن فباعتبار أن مقاومة هذه الدارة تساوي إلى R تكون شدة التيار المتحرض تساوي إلى إبسلون على R نعم. وطالما أن هناك تيار إذا لابد من وجود استطاعة كهربائية ناتجة، ما قيمة هذه الاستطاعة؟ طبعا هذه الاستطاعة تحسب من العلاقة الاستطاعة الكهربائية تساوي إلى إبسلون بآي بالتعويض
ابسيلون بي بي ال بي في واي ابسي بي بي ال بي في على ار، اذا بي مربع ال مربع في مربع على ار. يعني هذا استنتاج رياضي يعني طلبتنا يعني يعلموه تماما او يتقنوه اصلا. نعم. ايضا من المهم ان نثبت ان الاستطاعه الكهربائيه الناتجه تساوي بشكل او باخر الاستطاعه الميكانيكيه المقدمه. نعم. فعند تحريك الساق ضمن الحقل ومرور تيار سوف تنشا قوه كهرتيسيه. نعم. جهتها هي بعكس جهه حركه الساق. اذا ستعيق لاستمرار مرور التيار لابد من تقديم استطاعه ميكانيكيه. نعم. نعم. ما قيمه هذه الاستطاعه تحسب وهو ايضا قانون سابق تساوي ال بي في. نعم. هنا اف هي اي ال بي، طبعا هنا اركز الاي هي التيار المتحرك. نعم. شده التيار وهو المتحرك وهو ال في على ار. نعم. تماما بالتعويض سنجد ونصل الى العلاقه سنصل الى ان بي تساوي بي فتحه، بذلك تحولت الطاقه الميكانيكيه الى طاقه كهربائيه. النص او الاستنتاج الرياضي اخي نزار اخي زياد، نحن بدانا بالاستطاعه الكهربائيه. نعم. لانها هي الناتجه. نعم. ولكن هذه الاستطاعه عدنا الى البدايه لنقل لطلبتنا الاعزاء ان هذه الاستطاعه بحد ذاتها لم تاتي من فراغ، هي اتت من طاقه قد قدمت في البدايه ل تمكننا من حتى تمكننا من انتاج هذه يعني هذا التيار. الساق عم تغلب على القوه. نعم. المحرك عم تغلب على القوه المغناطيسيه الكهرتيسيه اللي هي عم تتولد تعيق التي. نعم. ستعيق. هذا هو مبدا المولد. الان يعني هناك مولد للتيار المتناوب ايضا. نعم. احادي الطول. نعم. احادي الطول وهو المستخدم حاليا. نعم. في. نعم. المنشات طبعا هناك احادي واكثر من غير ذلك، لكن ممكن يكون ثلاثي. نعم. نحن في الحياة اليومية أكثر استخداما هو مولد التيار المتناوب أحادي الطول. المنزل في المنزل التيار المعتمد هو تيار المدينة وهو تيار متناوب تيار جيبي، يعني تيار تتغير فيه الشدة والجهة جيبيا مع الزمن خلال الزمن. فيعني لا يجوز أن لا نستطيع أصلا أن نصل أجهزة البيت الكهربائي إلى تيار متواصل ما لم يكن هناك تآليه تحويل الانفيرتر. يعني على سبيل المثال نحن نقوم بتوليد تيار من البطارية، هذه البطارية تعطي تيار متواصل، بالتالي لحتى أتمكن من استخدامه في أجهزة المنزل لابد من تحويله إلى تيار متناوب، وهذا الشيء أيضا موجود من خلال مولد التيار. هنا أخي زياد، ما الفرق يعني بين مولد التيار ومبدأ المولد؟ ما الفرق بين الاثنين يعني رياضيا أنا أتكلم؟ طبعا مولد التيار الكهربائي المتناوب هو عبارة عن تغير تدفق مغناطيسي من خلال الملف يدور ضمن حقل مغناطيسي منتظم. نعم. بينما سوف رياضيا سوف نحصل على قوة محركة كهربائية متحرضة. هل القوة المحركة الكهربائية المتحرضة متناوبة فسوف تؤدي إلى نشوء تيار كهربائي متناوب. نعم. مشوفها بالتفصيل. هيدا هلا رح نبدا من مثل ما بيعرفوه الطلاب كلهم. نعم. اللي هي عباره عن المولده اللي بنشوفها برا. نعم. ما جواتها شو في هلا التفاصيل اللي رح نشوفها اللي هي عباره عن بما يتكون هذا المولد. بنلاحظ هون رح نبدا بالمغناطيس بالقطبين الشمالي والجنوبي، بعدين عنا الملف اللي موجود قدامنا اللي هو هذا الملف اللي على شكل مربع، وبالإضافة إلى الحلقتين. طبعا هدول الحلقتين كل واحدة منهم موصولة لضلع من أضلع الملف، بالإضافة إلى أنه ما بننسى أنه نحن بدنا ننقل التيار الكهربائي المتحرض للدار الخارجية عن طريق هاتين المسفرتين. نعم. والأغلب الطلاب ما عندهم شو هي المسفرة، يعني دائما أنه بنقول مسفرة وبيقعدوا بيصفنوا أنه شو هي المسفرة. أنا بشبه لهم إياها بالفرام تبع البسكليت، أنه وقت اللي أنت ما بدك تضرب فرام قوي فبالتالي أنت بتمسك الفرام شوي صغيرة فبتلقط الفحمات الفرام على الهدى يعني. نعم. فبيصير في عندي تماس مع بقاء الحركة. هي هي المسفرة اللي هنا عبارة عن كربونة ناقلة للتيار الكهربائي إلى الدارة. نعم. الخارجية. الآن سوف نعمل على تدوير هذا الملف. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك نحن بدنا هون طاقة ميكانيكية. هلأ بما أنه تجربة هون رح ناخذ مانيوال اللي هو عباره عن
اي بسميه زراعه تعمل على التدوير، بنلاحظ انه بدا عندي يتغير جهة التيار الكهربائي المتحرضة ضمن هذا الملف. نتيجة ماذا؟ نتيجة تغير التدفق المغناطيسي أثناء عملية الدوران. لاحظوا هذه هي خطوط الحقل المغناطيسي المنتظمة، وأثناء الدوران سوف تتغير يتغير عدد خطوط الحقل المغناطيسي نتيجة الدوران، نتيجة زاوية الدوران من عظمى إلى صفر إلى قيمة سالبة ومن ثم العودة. نعم، ومن ثم العكس، فيؤدي ذلك إلى تولد. هلأ رح نشوف ضمنه تيار كهربائي متحرض يؤدي إلى انحراف مؤشر مقياس الأمبير. كيف نحن بدنا ننتقل من هالتجربة مثل ما تفضلت حضرتك للرياضية؟ شو رح يصير عندي؟ هلأ هون هنا يعني الملفت للنظر أخي زياد أن الإطار يدور بسرعة زاوية ثابتة. نعم. وبالتالي هنا الألفا كوساين ألفا الموجودة بعلاقة التدفق هي أوميجا تي. أوميجا تي هي عبارة عن سرعة الزاوية في الزمن. نعم، وكانت تعرف عليها مثل ما قلت أنه الربط هي الأوميجا، هي عبارة عن تغير السرعة الزاوية، هي تغير الزاوية على تغير الزمن. وبما أنه منتظمة ففينا نأخذ أوميجا على تي. هون بنشوف كيف عم تكون عندي التيار الكهربائي كيف عم يتحرك نتيجة تغير التدفق المغناطيسي. ننتقل ل كيف نحن فينا نستنتجها. تفضل أستاذ نزار الاستنتاج. نعم، إذا في لحظة زمنية معينة التدفق يعطى بالعلاقة N فاي تساوي N في B بـ S في كوساين ألفا، لكن ألفا هي أوميجا بـ T. إذا بالتعويض تصبح العلاقة فاي تساوي إلى N، يعني حقيقة هي رياضيات. نعم كما تتفضل الإبسيلون هي نعم يعني ناقص دلتا دي فاي. نعم، على دي تي. نعم، نشتق التابع. نعم، ونصل الى القوة المحرك. نعم، الكهربائي المتحرضة هي ناقص دي فاي على دي تي. نعم، باشتقاق العلاقة السابقة نحصل على طبعا ناقص ومشتق الكوساين ناقص اوميجا بساين اوميجا تي، نحصل على ابسيلون تساوي ان في اس في بي باوميجا بساين اوميجا تي. نعم، امثال الساين اوميجا ساين اوميجا تي هي عبارة عن القوة المحرك الكهربائي المتحرضة العظمى. نعم، ابسيلون ماكس. ابسيلون ماكس. اذا ابسيلون تساوي ابسيلون ماكس بساين اوميجا تي. نعم، وهي قوة محركة كهربائية تحريضية جيبية. إذا التيار المتولد عنها هو أيضا تيار متناول. يعني كما تتفضل أخي نزار، هناك قبل أن ندخل الخط البياني، يعني في المسألة العامة أتوقع ومسألة الدرس أيضا استنتج عبارة القوة المحركة الكهربائية المتولدة المتناوبة وعبارة شدة التيار. يعني لم ترد لدينا، لم تعطى قيمة. يعني نحن نقول طلباتنا أعزاء أن تابع أو أن الشدة هي إبسلون على R، فما عليك سوى أن تعوض إبسلون ب ما تساوي إبسلون ماكس ساين أوميجا تي على R فقط. يعني هذا هو تابع التيار. طبعا مع العودة إلى بحث النواسات في تعيين في كيفية إيجاد التابع الزمني سواء كان للمطال أو للزاوية. نعم، أو نعم، نعم، أو للقوة المحركة. نعم. بس عفوا هون عندهم مشكلة بالقسمة وقت عم نقسم إبسلون على R، إنه شو نحن بدنا نقسم؟ إبسلون مشكلة رياضية، عرفت شلون؟ إبسلون يعني هي الثابت. نعم، الأمثال الثابتة على الثابت العدد اللي عندهم. نعم، نعم. فهون المشكلة رح تكون عندهم فقط. نعم، هي كان بالنسبة له. ثم هناك مبدأ المحرك. نعم، وهو يعني تطبيق عكسي. لكن قبل أن ندخل في مبدأ المحرك، على طلبتنا أن ننتبهوا إلى شيء جدا مهم. ما هو المحرك؟ ما يحوي؟ يعني قبل أن ندخل إلى المحرك وما يحوي، أخي نزار، يعني يجب أن ينتبه الطالب على أن هناك قوة محركة كهربائية عكسية تنشأ. لماذا تنشأ هذه القوة في المحرك؟ طبعا طبعا السبب مرور عندما يمر تيار في هذه الوشعة وهي تدور، سوف يتغير التدفق المغناطيسي من خلال الوشعة ذاتها، مما يولد في هذه الوشعة أو عن هذه الوشعة قوة محركة كهربائية تحريضية عكسية. طبعا سميت عكسية لأنها عكس القوة المحركة الكهربائية، لأنها مضادة في عملها للقوة المحركة للمولد. بالتالي وبالتالي سميت عكسية، تعكس وهي تمانع بالمناسبة. تؤثر. نعم. نعم، تؤثر على شدة التيار المار في الدارة. نعم، وهنا لاحظنا بالتجربة عندما يمنع المحرك من الدوران تكون شدة الإضاءة بقيمة معينة، عندما يسمح له بالدوران نلاحظ. نعم، أن قيمة هذه الشدة أو هذه الإضاءة تخفض. نعم، دلالة أن هذا المحرك تسبب بإنقاص شدة التيار المار في الدارة بشكل أو بآخر. نعم، نعم.
يعني مبدأ المحرك أخي زياد أخي نزار، ما هو نفسه مش بعجالة، هو نفس يعني ما يعني نفس الفكره تماما اللي تحدثنا فيها عن المولد، بس هون الفكره انه بدل ما يكون انا عندي بدي احصل على تيار، انا بدي اعطي للملف تيار كهربائي. نعم. فبالتالي مثل ما انا شايفين هون اذا بتريدوا على نعم هذا هو عباره عن الملف اللي بده يمر فيه التيار الكهربائي. عندما يمر التيار الكهربائي ضمن هذا الملف سوف يتولد قوة كهرتيسية، القوة الكهرتيسية سوف تسبب الدوران. نعم. فبالتالي أثناء عملية سيسبب دحرجة الساق أو عزمة سيسبب الدوران. نعم نعم. نلاحظ هون مثل ما عم نشوف انه لما نحط المسميه الحلقه المفصوله وذلك للحصول على قيمتين مختلفتين، فينا نحن ناخذ نص وحده بس ممكن تلبي الغرض بحيث ما يتبقى التيار كاملا متصل بعمليه الدوران. فبالتالي نبدا هون نشوف انه التيار الكهربائي اللي مررناه ضمن الملف تحول الى حركه، هون بنشوفها حركة دائرية، وهو أبسط المحركات الكهربائية هو تحويل، يعني مثلا فينا نقول المروحة اللي هي عبارة عن تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية اللي هي عبارة عن مبدأ المحرك الكهربائي. فرق بيناتهم هي عبارة عن التغذية الكهربائية، مرة بنحصل منها على تيار كهربائي من المولد، بينما هم نحصل على حركة يعني طاقة حركية. هنيك المولد بياخد طاقة بياخد طاقة ميكانيكية بيحولها لكهربائية، هنا بياخد طاقة كهربائية بيحولها لطاقة ميكانيكية. التحريض الذاتي أخي نزار. طبعا يعني أنا أتمنى أن نتناول التحريض الذاتي من خلال مسألة، من خلال تطبيق. لا معنى. طبعا هو فكرة التحريض الذاتي هو حقيقة فقط لنتعرف قليلا على دارة التحريض الذاتي. أستاذ زياد لو سمحتوا اللابتوب. إذا نلاحظ في هذه الدارة مكونة من مولد مع معدلة أو مقاومة متغيرة. ما مهمة هذه المقاومة المتغيرة أستاذ زياد؟ التحكم بشدة التيار المار في الدارة، إضافة إلى وشيعة ومصباح موصول بين طرفي الوشيعة. عند أغلاق الدارة نلاحظ أن هذا المصباح يتوهج بشدة معينة بواسطة هذه المعدلة أو المقاومة المتغيرة، أجعل إضاءة هذا المصباح خافتة. ثم أفتح القاطعة فألاحظ أن هذا المصباح يتوهج بشدة قبل أن ينطفئ. طبعا هنا تفسيرات عدي أستاذ بشار، يعني هنا تغير التدفق. نعم. يعني تزايدت شدة التيار. نعم. أو تناقصت شدة التيار أدت إلى تحقق المغناطيسي متغير. نعم. تدفقه متغير سيجتاز الوشيعة ذاتها، بما أن ناتج عن ذات الوشيعة سمي تحريض ذاتي. يعني الطالب يستطيع أن يدرك هذه المفاهيم. طبعا أفضل التطبيقات هو التطبيق المحلول حقيقة، هو يحاكي أفكار الدرس. ما بعرف أنا إذا يعني لو أخذنا من المسائل العامة من مسائل الدرس يعني مثال عن التحريض بعجالة، هناك المسألة 18 أو 19 مثلا. نعم. ما في مشكلة أي مسألة. المسألة العامة. نعم مسألة عامة أو مسألة من مسائل الدرس، يعني لا فرق لتوضيح أفكار التحريض الذاتي أخي. نعم. المسألة العامة 18 مثلا أستاذ زياد عندك لابتوب؟ عندي لابتوب بشوف لك يعني. لو نأخذ سطح المكتب زملاء يعني. نعم يلا تأكد مشان سرعة العرض لا أكثر ولا أقل. لا دقيقة بس شوي بعدين بياخذوا. ماذا يقول نص المسألة أخي؟ طبعا وشيعة طولها 30 سنتيمتر، إذن مبدئيا إلى أن يعصر الزميل زياد على نص المسألة نضع معطيات المسألة. إذن وشيعة طولها L تساوي 30 ضرب 10 أس ناقص 2 متر. إذن سوف نضع المعطيات أو في الجملة الدولية بشكل مباشر. نعم. مساحة مقطع الوشيعة S تساوي 3 ضرب 10 أس ناقص 2 متر مربع، ذاتيتها L تساوي 5 ضرب 10 أس ناقص 3 هنري. المطلوب عدد لفات هذه الوشيعة. طبعا من خلال المعطيات لدي طول الوشيعة
قيمة الزاتي ومساحة مقطع الوشيع. إذن لابد من قانون ال الزاتي. القانون المعبر عن الزاتي ال تساوي تفضل أربعة جاهزين بي بعشرة أس ناقص سبعة إن مربع سيحل يعني بإس على ال. طبعا هنا أتساءل عدد اللفات ليس موجودا، كيف أستطيع أن أعوض عن إن؟ طبعا نحن نعلم أن إن تساوي إلى أخي نزار لو يعني نرفع الورقة قليلا لتكون بالشاشة بشكل نعم بدون عدد لفات. إذن ما في مشكلة. إذن نعم بالتعويض ال تساوي 5 ضرب 10 أس ناقص 3 تساوي إلى 4 بي ب 10 أس ناقص 7 إن مربع ضرب 3 ب 10 أس ناقص 2 على طول الوشيعة 5 ب 10 أس ناقص 30 ب 10 أس ناقص 2. طبعا إن مربع بنعزل نجد أن إن مربع تساوي 5 ب 10 أس ناقص 3 ضرب 30 ب 10 أس ناقص 2 على 4 بي ب 10 أس ناقص 7 ب 3 ب 10 أس ناقص. بالحساب رح يطلع عندي 200 بالحساب. طبعا بالحساب ان قيمه ان تساوي 200 لفه نعم لفه. هنا اخي نزار يعني انا تمنيت ان نقوم بتوضيح الافكار خلال هذه المساله. انت كتبت قانون الزاتيه ال يساوي 4 بي ضرب 10 اس ناقص 7 ان مربع على ال ب اس. هذا القانون بعجاله من اين اتى؟ طبعا من ذاتي. طبعا هو من أحد فقرات التحريض الذاتي. نعم. كنا سوف نتعرف على ذاتية الوشيعة أنه عندما يمر تيار يعني كنا سنتعرف. نعم. ولن نتعرف. نعم. نعم. عندما نمرر تيار في الوشيعة سوف يتولد في مركز هذه الوشيعة أو داخل هذه الوشيعة حقل مغناطيسي شدته درست سابقا 4 بي ب 10 أس ناقص 7 إن بي آي على ال، ويكون تدفق حقله المغناطيسي عبر الوشيعة طبعا عبر الوشيعة فاي تساوي ان بي اس. طبعا ان هو عدد اللفات وبي شدة الحقل المغناطيسي المتولد. بالتعويض سوف احصل على مقدار 4 بي ب 10 أس ناقص 7 ان مربع بي اس على ال بي اي. نعم. امثال الاي هو مقدار ثابت يعبر عن ذاتية، وبالتالي ذاتية الوشيعة هو التدفق على شدة التيار. يعني ال هي فاي على اي، وبالتالي تساوي 4 بي ضرب 10 أس ناقص 7 ان مربع على ال بي اس. من هنا استنتجنا طلبتنا. طبعا اخي نزار اغفل لكم قصدا كوساين الالفا بعلاقة التدفق، وهو محق بذلك يعني لانه الفا تساوي صفر وبالتالي كوساين يساوي يعني الواحد. يعني اغفلتها لهم ثم اعدت اعطاء الجواب يعني لندعهم يفكرون قليلا. نعم. هذا ما يخص الطلب الاول. اذا من خلال الطلب الأول تمت معالجته من خلال معطيات النص، عوضنا عزلنا إن مربع وحصلنا على قيمة عددية، وتطبيق مباشر بالمناسبة. نعم. أيضا جميل الطلب الثاني أننا لم نذكر الفقرة النظرية المرتبطة به، لذلك من الجيد أن نقرأ الطلب الثاني. الطلب الثاني نمرر في الوشيعة تيارا كهربائيا متواصلا شدته 15 أمبير. نعم. المطلوب حساب الطاقة الكهرطيسية المختزنة في الوشيعة. أستاذ زياد، ما هو القانون الذي نحسب من خلاله قيمة الطاقة الكهرطيسية؟ الطاقة المختزنة في الوشيعة EL تساوي إلى النص LI مربع. طبعا وهنا جميع الحدود معلومة. إذا تساوي نص مضروبة بالذاتية 5 ضرب 10 أس ناقص 3 شدة التيار 15 للتربيع 225 15 للتربيع. الجواب بيطلع عندي 562.5 562.5 ضرب 10 أس ناقص 3 جول. هي عبارة عن الطاقة الكهرطيسية المختزنة. نعم. طبعا هون اعطونا شدة التيار ثابتة ضمن هذه طبعا الكيمة. واستنتاج الطاقة. نعم. يعني لو عدنا الى النظري. نعم. استنتاج الطاقة كان انطلاقا من قانون كيرشوف الثاني. نعم. مجموع القوى المحركة في دارة يساوي الى مقاومة هذه الدارة مجموع المقاومات موجود مضروبة بشدة التيار.
بالتالي يعني بس هون ضربنا بحد نحن صغير تماما. السبب وهو مهم جدا للتحول نعم من الفولت الى الجول الى الطاقه, إلى الطاقة. نعم. يعني هنا لننتقل من قوه محركه الى طاقة. علينا ان نضرب بزمن. فالطاقه هي عباره عن القوه المحركه مضروبه بالزمن مضروبه بشده التيار المار, بالتالي تحولنا بذلك الى طاقه. استنتاج الرياضي هو عباره عن عمليه تكامل مهدد بسيطه جدا, نضيف للاس واحد ونقسم على الاس الجديد. لانه اغلب الطلاب تكون لسه مواصله على التكاملات. نعم. بمثال بسيط جدا ممكن يعني في مثال بسيط جدا ممكن تكامل اكس يساوي اكس للاس اند غير مباشره. الطلب الثالث اخي نزار, يعني ما عاد لدينا وقت حساب القيمه الجبريه. طبعا هو طلب مهم, هو ما اللي انت عم تدور عليه. إذا نجعل شدة التيار تتناقص بانتظام, هنا بانتظام تجيب عن دي فاي ودلتا فاي. نجعل شدة التيار تتناقص بانتظام من 20 أمبير إلى الصفر خلال زمن قدره 0.5 ثانية المطلوب. احسب القيمة الجبرية للقوة المحرك الكهربائية المتحرضة في الوشيعة محددا جهة التيار المتحرض. لو يعرض على اللابتوب استاذ زياد بالسرعة. نعم. مباشرة نحن عندنا القوة المحرك الكهربائية المتحرضة هي ناقص دلتا فاي على دلتا تي, فبيكون نحن شو اللي تغير عندي حسب نص المسألة؟ شدة التيار. شدة التيار. طب شدة التيار مين بدها تغير؟ بدها تغير الحقل المغناطيسي الناتج عن تولده. هنا اخي زياد سلك الطريق الطويل, يعني يمكن لها للطالب ان نعوض فاي بدلتا فاي. نعم. فاي هي ال بي اي. نعم. وال لا علاقه له بشده. نعم. التيار. نعم. طالع لبرا انا مشيت مثل ما مكتوب. نعم. نعم. مشان نعم. بس كنا فينا ناخذ الطريقه الثانيه. نعم. الطريقه التقليديه ابسط للطالب. نعم. اسهل للطالب. يعني يكتب ال دلتا اي على دلتا تي, وبالتالي 20 ناقص صفر على. نعم. وفي كثير امثله على فكره على هذا القانون, خصوصا اللي بعتوني تابع الزمني لشده التيار الكهربائي. نعم. فهو المضطر انه وهو احد الطلبات اتوقع الطلب الاخير ليس كذلك اخي نزار هو. نعم. نعم بهذا نمرر في سلك الوشيعه تيارا كهربائيا شدته اللحظيه مقدره بالامبير 20 ناقص 5 تي المطلوب القيمه الجبريه للقوه المحرك. نعم. الكهربائيه. نعم. التحريضيه الذاتيه الناشئه. إذا هنا ما علينا مع الطالب إلا أن يكتب العلاقة إبسيلون ناقص إل دي آي على دي تي. ودي آي بيكون عندنا الدي آي هو مشتق التابع الزمني اللي هو 20 طبعا. دي آي على دي تي كلها طبعا. نعم. ناقص 2 عندي ناقص 5 جداء مع إل الذاتية. نعم. يعني بذلك مشكورين جدا زميليكم. أنا أعلم تماما أنكم يعني عانيتم من ضغط لننهي كافة أفكار البحث, لكن أجدتم وشكرا لكم. الغاية في ذلك أن نترك لطلبتنا الأعزاء أن يفكروا بمفاهيم هذا الدرس أكثر. طلبتنا الأعزاء في نهاية هذه الندوة اسمحوا لي أن أشكر ضيفي نزار شاش الموجه اختصاصي في تربيه طرطوس, زياد رحمون المدرس في تربيه طرطوس. ايضا باسمكم اسمح لي ان اشكر الزملاء الفنيين والاداريين والمخرج وجميع العاملين وراء الكاميرا, لانه كما تعلمون اليوم عطله وهم في الدوام. يعني الشكر الاكبر لكم انتم على يعني حسن استيعابكم لنا وعلى حسن تقبلكم لنا. على أمل اللقاء بكم في ندوة لاحقة إن شاء الله.